السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أن أقدم لكم شرح تطبيق سوي إعداد حجاج أحمد محمد زي العابدين، مدرب تي دبليو تي بمركز التطوير التكنولوجي بمحافظة الأقصر، تحت إشراف الأستاذة سناء أنور صديق مديرة المركز والأستاذ نوبي سرور منسق التدريب. زي ما حضراتكم عارفين إن تطبيق سوي من ضمن التطبيقات اللي بيقدمها لنا أوفيس 365 الخاص بكل معلم على إيميل الوزارة. بفتح تطبيق سوي. تطبيق سوي عبارة عن Advanced Presentations، عروض تقديمية متقدمة. نعمل Import دي الصفحة الرئيسية لتطبيق سوي. بعمل import word powerpoint pdf. انا بقوم مجهز شوية عروض تقديمية عن موضوع مثلا ويكون animals. يبدأ بيعمل upload للملف بتاعي، وبتبدأ في تحويل الملف، بدل ما يكون slides بيبقى sections مقاطع. بيبدأ في تقسيم العمل بتاعي الى مقاطع. أهو بدأ بتحميل الملف. Just moment, we are creating this way from animals. زي ما احنا عارفين ان تطبيق سوي عبارة عن اوتو سيف، مش محتاج ان انا احفظ اعمل حفظ كل شوية. ممكن في بعمل خاصية الضرايبة من هنا. تمام، دي الصفحة الشكل الرئيسي للعرض بتاعي. هو بيبدأ في رفع الصور الموجودة في ملف PDF. يبدأ في رفع الصور. أنا ممكن كمان أعد تسمية الملف، أعمل تايتل للسواي بتاعي. لو نظرنا إلى التوويبات الموجودة في الصفحة دي، نجد أول تويب insert. insert بيفيدني إنه بيقدم لي محرك بحث سواء عن الصور. بمجرد بس بكتب ببدأ في العمل بتاعي، بيبدأ في تقديم لي مجموعة من الاقتراحات، صور، فيديوهات، كاردز، تبويب كاردز. ممكن بعمل منه هيدنج، عن عنوان، تكست، نص، ايميج، صورة، فيديو، تويت، اوديو، ايميتد. وبرضه هنا علامة البلس بتتيح لي نفس الاختيارات اللي موجودة هنا، برضه تكست. تمام، وليكن مثلا انا ممكن اختار تكست نص، وأبدأ في كتابة النص بتاعي، وأقول مثلا listen one. ممكن أعمل له تظليل، ممكن أخله bold base، italic مائل، ممكن أخليه bold استعداد نقطي أو تعداد رقمي. ممكن أختار تعداد نقطي. ممكن من ضمن الحاجات ان انا ممكن اضيف صور عندي تاني بعد ما عملت ابلود للملف بتاعي. ممكن انا ما تعجبنيش سلايد او سيكشن من المقاطع دي، فبدوس عليه تحديد، وممكن اعمل له ديليت. ممكن احدد اكتر من سلايد، انا عايز ادرج مجموعة اخرى من الصور. لو انا عايز ادرج صور من على الانترنت فبدوس كلمة انسرت. اما لو عايز ارفع من الصور المحفوظة عندي على الجهاز، تمام، فأنا بعمل بدوس على أيقونة الأبلود. ببدأ في تحديد الصور، مستمر في الضغط على كنترول من لوحة المفاتيح، وأعمل أوبن. يبدأ في رفع الصور. نخلي بالنا إن الصور بتطلع فيها محددة، فأنا ممكن أعمل إلغاء للتحديد بتاعي.
مش عايز صورة منهم، ممكن أعمل ديليت من خلال الأيقونة دي. ممكن أحدد كمان يعني إمكانية الزوم، أعمل زوم على الصورة بتاعتي. أوكي تمام ماشي. أنا عايز ممكن أعمل إدراج مثلا للفيديو، وليكن مثلا من الفيديوهات المتعلقة ب، ممكن أعمل أنيمال ساوندز أو حتى أغنية عن الأنيمالز. يبدأ البحث عن النتائج المتعلقة بكلمة أنيمالز. زي ما قلنا إن ممكن تطبيق سواي بيقدم لي مجموعة من الحركات أكثر عن الموضوع بتاعي. مثلا بدأ النتائج تظهر عندي. سواء صور أو فيديوهات. مثلا أنا ممكن أعمل تحديد وأعمل سحب وإلقاء بالصورة اللي أنا عايزها. تمام. لا طب أنا ممكن أحتاج حاجة من عندي على الجهاز. بعمل برضو علامة بدوس على علامة بلس وأعمل أبلود. في عندي فيديو عن الانيمال ساوند، يعمل ابلود. ممكن كمان اعمل لينك، ممكن اضيف لينك لموقع على اليوتيوب مثلا. باجي هنا عندي مثلا اصوات الحيوانات انيمال ساوندز، وبنسخ مكان الرابط واعمل له كوبي. وباجي هنا عند سوي بعمل بيست. وهنا ممكن اسمي اللينك بانيمال ساوند. اوكي بيبدأ عندي يظهر اللينك. بمجرد ما اضغط على اللينك فبيظهر لي اللينك بتاع الفيديو. لو بدأنا مثلا في تبويب ديزاين، يبدأ يعمل لي في يعرض مجموعة من التصميمات اللي انا ممكن استعين بها. وليكن انا ممكن استعمل التصميم ده. يبدأ يطبق يعمل تطبيق على ال ماي سواي بتاعي. تمام. أنا حبيت طيب أعمل شير لل سواي بتاعي. لو أنا عايز أعمل شير بدون تعديل، بضغط على أيقونة الشير. أما لو أنا عايز أبعت اللينك بتاعي لأحد الزملاء مثلا ممكن يعمل عليه تعديل، فأنا بضغط على أوثرز. تمام. لا أنا عايز مثلا أرسل اللينك. تمام. ممكن أعمل جاست مي لي أنا بس، وممكن أعمل شير. تمام. كل اللي أنا بعمله إن أنا بنسخ مكان الرابط وبعمل كوبي. ممكن انا هنا على الفيسبوك مثلا وبعته لأحد الزملاء، هو ممكن يعمل لي تعديل عليه.
هنا بضغط كنترول كليك يمين واعمل بيست. تمام، نطلع لي سوي ماي سوي تاني. انا عايز اعمل بلاي للمشروع بتاعي، يبدأ يعمل عرض ماي سوي.